استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمبادراته الشخصية أن يساهم في تحقيق المبادئ الإنسانية والتنموية من خلال تقديم كافة أنواع المساعدات والفرص على أرض الدولة وخارجها، كما حفز سموه عن طريق مؤسساته المختلفة الشباب على الابتكار والمعرفة. في كل مرة يبهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يبهر العالم بأفكاره المذهلة ومبادراته التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى، حيث تعددت هذه المبادرات الإنسانية والتي ليست بجديدة على سموه الذي يحمل على عاتقه كل ما له صلة برفاهية وأمن واستقرار كل من يعيش على أرض الإمارات وخارجها. فسموه دائما كانت يده مفتوحة للجميع، وحرص على عمل الخير والعطاء والمشاركة الإنسانية والإسهام في نشر حب الخير وتشجيع الكبار والصغار على فعله والتفاعل الإيجابي. فقد عودنا سموه على فتح أبواب الخير في مواسم الخير لحرصه الشديد على التكافل الاجتماعي والرعاية والاهتمام بجميع فئات المجتمع وتلبية متطلباته بما يكفل الحياة الكريمة. فمكارمه تجاوزت أبناء الإمارات لتصل إلى العالم أجمع، سواء من خلال دعمه لمشاريع التعليم أو مساعدة المنكوبين أو نشر التسامح والتلاحم المجتمعي، حيث وصلت مبادراته الخيرة لأكثر من 130 مليون شخص في 116 دولة. الأمم الحية لا تيأس ولا تهرب من التحديات، ونحن أمة حية لم تيأس في الماضي ولن تيأس في المستقبل. لا نتأخر في دعم الشقيق والصديق والمنكوب والمحتاج أينما كان. هذه المبادرات جميعها تعتبر من شجرة الإمارات المثمرة التي تمتد ظلالها إلى الأشقاء والمحتاجين وضحايا الكوارث الطبيعية في العالم، انطلاقا من إيمان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية معاونة وتشجيع الإنسان في الميادين كافة. سعادتنا ما في جمع المال. لم يغفل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن دعم المجال التعليمي ومكافحة الفقر في عدد من دول العالم الفقيرة، حيث كانت هذه الرؤى الجامعة لها دورها البارز في إحداث تغيير إيجابي مستدام، كما كان لها الأثر البالغ في تحسين الحياة للمجتمع ككل، وذلك امتدادا لجهود سموه الدؤوبة لتحقيق مستقبل أفضل للإنسان. فقد جسد المعنى الحقيقي للقدوة وأعطى مثالا حيا على الروح الساعية دوما في تنمية المعرفة والتعليم لدى الجميع. هؤلاء المنشغلون بالهم الثقافي وجدوا في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبا حنونا وملاذا آمنا لهم، حيث أطلق سموه مجموعة من المبادرات الخلاقة القادرة على الانتقال بالعمل الثقافي المحلي والعربي، وهو ما يؤكد على نقل سموه الإمارات ودبي خاصة إلى مركز اقتصادي إقليمي مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.